طيب مثلا فكره الجينيتك الجوريثمز، كل الارتفيشال انتليجنس تكنيكس هي بايولوجيكلي التعبير اللي بنستعمله بايولوجيكلي انسبايرد. انسبايرد يعني احنا ماخذينها من الطبيعه وماخذينها من الانسان او ماخذينها من طبيعه الحياه، سواء كانت النيورال نتوركس او الفازي لوجيك او الجينيتك الجوريثمز او الرولز. اذا هي بايولوجيكلي انسبايرد وتحاكي فكره يعني احسن شيء هي تحاكي سرفايفل اوف ذا فيتست. والفيتست قلنا هو الاصلح، مش شرط انه يكون الاقوى، الاصلح حسب الظرف. مرات الظرف بتغير بصير الفيتست شيء ثاني، ولذلك راح نلاقي بالجينيتك الجوريثمز لازم يكون في عندي فيتنس فانكشن. والفيتنس فانكشن تعطيني هاو فيت، احنا راح نسميه انديفيدجوال. الانديفيدجوال يعني كانه بنحكي عن الحيوان المعني او الانسان المعني، هذا الانديفيدجوال هاو فيت. ايش الفيتنس؟ بدي اقيسها كوانتيتيف، اذا هي كوانتيتيف ميجر. كوانتيتيف يعني رقمي، كوانتيتيف ميجر of how fit is. انا راح استعمل كلمه individual، يمكن في كلمه احسن من هاي الكلمه بس انا مش قادر افكر فيها. how fit is the individual. اذا احنا الفكره هلا اللي موجوده بدنا ناخذ population. population هاي بدنا population هاي راح يعيش جزء منها، احتمال انه يعيش جزء منها بيعتمد على الفتنس تبعته. مش معناها انه the least fit راح ينقرض، رح يضل موجود منه، بس في نسبة معينة رح تكون موجود منه تتناسب مع الفتنس تبعت هذا الانديفيدجوال. بعدين رح يصير في عندي تزاوج ما بين هذول الانديفيدجوالز، مش كلهم بتزاوجوا، ففي عندنا كمان probability of crossover أو probability of reproduction أو probability of mating. إذا في عندنا إشي اسمه PC رح نسميه هو probability of. الكلمة اللي بتستعمل هي كروس اوفر، بس هي بالطبيعة تحاكي ريبرودكشن، التزاوج يعني التزاوج او ميتنج. فراح يصير في تزاوج ما بكون، طبعا هون احنا ما فيش عندنا ذكر وانثى او شيء زي هيك، راح يكون بس في انديفيدجوال. تفضل. ممكن تستعيد الفيتنس فانكشن. الفيتنس فانكشن هي ميجر. انا احنا في الطبيعة كيف بنعرف انه هذا فيت او مش فيت؟ ما في حاجة انا اكتب شيء واطلع ارقام. شو بتطلع؟ اللي بتكيف. بتطلع قديش منهم من البوبيليشن ضل، مش هيك؟ ولما براقب وبعمل اكزامينيشن بلاقي انه هذا واضح انه سبب انه السرفايفل عاش مثلا 50% من هذول، او كان عنده احتمال انه يعيش 50% مثلا او 70% بسبب انه في عنده فيتشر معينه مكنته انه يعيش، مظبوط؟ فانا في الطبيعه ما في حاجه اقعد احسب واطلع فتنس فانكشن. طب هون كيف بدي اطلع انا الفتنس تبعته؟ ماشي واضح؟ انا عم بسال السؤال، كيف بدي اعرف انه هذا فت ولا مش فت؟ بقدر ما بحقق الهدف تبعي. انا في عندي اوبتمايزيشن او عندي عشان ماشي بعمله، مش هيك؟ فكل ما هو حقق اكثر الاوبتمايزيشن او كان اقرب للحل الصحيح بعتبره انه هو مور فيت. انا في الطبيعه ما بعمل هيك، انا بالطبيعه برميهم وباجي بعد 10 سنين 20 سنه بشوف مين ضل منهم، مش هيك؟ وبعتبر انه هذا فيت. واضح اللي راح يصير في الطبيعه انه لانه هذا متواجد بكثره اكثر احتمال انه يتزاوج اعلى. انا بدي احاكي العمليه هاي هون، شو بدي اعمل؟ بدي اجي افحص قديش هو فيت. ما فيش عندي امكانيه ارميه، ها؟ فبدي فانكشن معينه احطها اقيس هذا الانديفيدجوال قديش فت. هلا هذا بيعتمد طبعا على الاوبتمايزيشن تبعتي والاوبجكتيف فانكشن تبعتي، اذا اخذته بالنيوميريكال او بفكره الاوبتمايزيشن كلها بشكل عام، في عندنا اوبجكتيف فانكشن، مظبوط؟ في عندنا شيء بدنا نوصل له وبنعرف انه اقتربنا من الحل الصحيح بطريقه معينه. اذا في عندي فتنس فانكشن، الفتنس فانكشن راح اشوفها هلا بتوضح اكثر، الفتنس فانكشن هي اللي راح تحسب لي قديش هذا الانديفيدجوال فت او مش فت. بعدين مش كلهم راح يتزاوجوا، هاي كمان هلا بامكانك تحط بي سي واحد، اذا حطيتها بي سي واحد معناها لازم كل واحد منهم يتزوج. هلا في علماء من اللي درسوا هذا قالوا الاحسن ما احطوش على واحد، احطه مثلا على 70%، احنا بامكاننا نغيره زي ما بدنا. اذا هدول هلا صار في تزاوج بينهم، بس لاحظوا لما يجي يتزاوجوا بينهم مين اللي متواجد بكثره اكثر واحتمال تزاوجه اكثر؟ الفتست. بس هذاك موجود كمان، الثاني اللي مش فت موجود.
لانه انا كمان برضه اذا بدي افكر فيها يمكن يكون احيا، اذا بدي افكر بالايفولوشن يمكن يكون احسن يضل موجودين هدول اللي لهم فيتشرز غريبه، لانه ممكن الظروف تتغير ويردوا هم اللي يزيدوا عددهم. كيف ما بده ينقرض هذا الكروموسوم تبعه او الجيل تبعه. اذا صار في عندي بروبابيلتي اوف كروس اوفر ما بين هدول، صار عندنا ميتنج، رح يطلع معي سيبلينجز اولاد. هلا هدول رح يصيروا رح ياخذوا صفات من الاب الاول ومن الاب الثاني، او من الاب من البيرنت الاول والبيرنت الثاني، ورح يطلع فيهم فيتشرز جديده. هدول اللي رح يطلعوا معي رح يصير عليهم كمان شيء، كل جيل او جيلين او ثلاثه في احتمال ضعيف انه يصير في عندي ميوتيشن. هلا الميوتيشن ايش سببها؟ هذا طبعا بصير موضوع خارج يعني اطارنا من هون. هلا في ناس بيقولوا مثلا انه بصير في شيء غريب بالهذا مثلا بالجين، الجين بتغير فجأة، يعني هو حتى لما انتقل من الاب للابن صار في تغير بواحد من الجينات، انقلب هذا الجين او تغيرت قيمته. في ناس بيقولوا الميوتيشن سببها الكوزميك ريز اللي بتيجي من برا، والكوزميك ريز بتغير لهذا، وغالب الميوتيشنز بتكون هارمفول، غالب الميوتيشنز هارمفول، لكن بعضها بيكون وسمح لي. هو انقذ النظريه الداروينيه كمان، الميوتيشن ساعدهم انهم يطلعوا من معضله عندهم. اوكي، بس يعني بس حكيت انا بدي احاول اتجنب هذا الموضوع ما ادخل فيه. الميوتيشن هذا رح نستعمله احيانا بيساعدنا نخرج من لوكال مينيمم. اذا في عندي probability of mutation رح تشوف هلا رح ناخذ probability of mutation منخفض جدا، يعني نحطه 1 بال10000 او 1 بال100000، لكن الكروس اوفر رح يصير عندي، وعندي هون probability of mating رح تكون حوالي 70%، 75%، 85% حسب ما بنحط. هلا رح يطلع معي هون سيبلينجز جديده، جيل جديد. هلا في الحياه الواقعيه بيطلع معي عدد كبير، بس انا راح اختصرهم او راح احافظ بس على نفس العدد الانديفيدجوال، فراح اطلع هون عدد انديفيدجوال مساوي لعدد الانديفيدجوال اللي بديت فيه، وراح ارجع مره ثانيه في العمليه الاصليه. اذا خلينا نحطهم كستبس. اول ستيب جنريت انيشال بوبيوليشن. احنا رح ناخذ البوبيوليشن الاصليه، ورح تشوفوا هلا هون البروبابيلتي، كل شغلنا رح يكون على البروبابيلتيز هون. رح نستعمل السي دي اف والبي دي اف بشكل كبير. عملنا جنريشن للانيشال بوبيوليشن. هلا ايدنتيفاي او اسس فيتنس لكل انديفيدجوال اسس ذا فيتنس فور افري انديفيدجوال. هذا طبعا بيعتمد على المساله اللي انت عمالك تشتغل فيها. حسب المسألة شو الفتنس الموجودة. إذا assess the fitness for each individual. هلا بس عملنا assessing لـ each individual، هلا هون بدنا نختار select اعتمادا على الفتنس depending on relative fitness candidates. candidates يعني ايش بنقول candidates؟ يعني اللي بدنا نختارهم، اللي بدنا نختارهم لهذا candidates for crossover. crossover هو التعبير اللي احنا بنستعمله هون بمقابل ميتنج التزاوج. نختار هدول الكانديديتس فور ميتنج، فنطلع معي ازواج. هدول خلينا نحطهم هون pairs. يكون في عندي ازواج فور ميتنج. هلا applying PC. مش كلهم رح يتزاوجوا، يعني بعضهم رح يتزاوج، النسبة overall اللي بتزاوجوا بتعتمد على PC. applying PC carry out crossover. crossover يعني هلا اللي ما بنعمل له تزاوج بنزل زي ما هو، اللي بنسميه كلون. ايش كلون؟ كلمة كلون في العربي نسخة أو مستنسخ. لما بنقول كلون مستنسخ يعني هذا بيكون له نفس الجينات، الابن بيكون له نفس الجينات الاب اللي ما صار في تزاوج بينهم. بنقول لها كلون. فهون اذا بنعمل كاري اوت كروس اوفر، الكروس اوفر هلا رح نشوف كيف رح نعمله. الفكره البسيطه جدا للكروس اوفر بعدين رح ادخل فيها بتفصيل اكثر، انه اذا عندي هون جينات هذا كروموسوم بعدد من الجينات، هذا الكروموسوم بعدد من الجينات، رح يصير في عندي كروس اوفر بوينت. الكروس اوفر بوينت راح اختارها راندوملي، واذا اخترت انه هاي هي الكروس اوفر بوينت راح استبدل الجزء هاد بالجزء هاد والجزء هاد بالجزء هاد، فراح يطلع عندي سبلينج جديد
له الثلاث جينات من الاب الاول والجين الاخير من الاب الثاني، وهذا راح ياخذ ثلاث جينات من الاب الاول وجين من الاب الثاني او البيرنت الثاني. اذا بنعمل عمليه الكروس اوفر هلا بعدين ابلاي يوزنج بي ام اللي هو ابلاي ميوتيشن. طبعا راح تلاقي انه في معظم الجينريشنز ما بيصيرش ميوتيشن لانه بي ام راح تكون منخفضه، فالدرجه تبعتها ارتفاع الدرجه تبعتها في السي دي اف راح يكون صغير. ابلاي ميوتيشن، والميوتيشن راندوم اللي راح تيجي على واحده من الجينات اللي طلعوا هذول اللي هم من البوبيوليشن راح يتغيرها، فرضا اذا كانت لها قيمه راح تعطيها قيمه ثانيه راندوملي. ابلاي ميوتيشن وبعدين خلص هلا صار عندي نيو جينيريشن. واحنا هون بشغلنا هذا يعني بيختلف يمكن عن الطبيعي، انه هون راح يكون عندي نفس عدد البوبيوليشن اللي بديت فيها راح انتهي فيها. فاذا بديت ب 10 راح انتهي ب 10، هذا في الواقع غير موجود، يعني مش صحيح، بس احنا يعني عم نحاول نطول هاي ولا راح تبدا تكبر المساله بشكل كبير. فاذا بديت انا بس اخذت انا احسن سته او اخذت يعني حاولت اخذ احسن سته مثلا هون، مش انا هون اخذت depending on the fitness، هون depending on relative fitness لازم نحط هون لازم fitness select candidates depending on the relative fitness. فالمفروض انه من جيل لجيل راح يصير في اشياء فيها بتسوء، بس بشكل عام راح يصير في تحسن بال population من هون لهون، وبعدين بضل اكرر العمليه هاي. وطبعا راح يكون في عندي كرايتيريا عشان اوقف، مش كان عندنا كرايتيريا عشان اوقف نيورال نتوركس، يكون عندك ماني كرايتيريا عشان اوقف هون بالحاله هاي. حسب بدنا نشوف، مثلا ممكن اقول انا بدي امشي 30 جنريشن او 20 جنريشن او 50 جنريشن، او بدي اطلع على قديش انا قريب من الفتنس.